بنرجع لموضوع الدي دايمر ودوره بتشخيص الصم الرئوية. انا عم اختار الدي دايمر لانه مثال شهير وربما معظم الاطباء بتعرفه، فانا عم حاول استخدمه كمثال لوصل فكرة احصائية. دي دايمر بدوره بتشخيص الصم لنا حساسيته عالية حوالي 90 لـ95 أو 99%، والنوعية منخفضة حوالي 30 لـ40%. طيب السؤال عند اي كت اوف حدثت هذه الحساسية والنوعية؟ لما درسنا نحن شو بنعتبره، أي على أي رقم نعتبره إيجابي أو سلبي؟ الرقم المعتبر حقيقة بمعظم الدراسات هو 500 مايكروغرام باللتر، فأعلى من 500 يعتبر إيجابي وأقل من 500 يعتبر سلبي. لو أنا نزلت هذا الرقم، نزلت الـ 500 للـ 400، عملت دراسة على الرقم كت أوف 400، حتزيد الحساسية، حأكشف حالات أكثر حأعتبرها خثار، من المقابل النوعية حتنقص أكثر. لو سويته 100 مثلا الحساسيه حتصير ربما 100%، لان معظم الناس عندها دي دايمر عالي، او 99.999 مثلا، بالمقابل النوعيه حتنخفض كثير. طيب لو رفعته بالمقابل، لو اعتبرت دي دايمر مثلا الكت اوف تبعي 5000 بدل 500، النوعيه حتتحسن، الحالات اللي هن فعلا عندهم خثار حيكون عندهم رقم اعلى بكثير من ال 500، بالمقابل الحساسيه حتقل. فنحن باي اختبار، طبعا هذا كلام نظري شوي فيه تفاصيل سريريه، في اي اختبار بنعمله لما بنختار الكت اوف تبعنا اللي هي النقطه اللي بنعتبر على اساسها انه عالي او منخفض او طبيعي او عالي، هي موازنه بين الحساسيه وبين النوعيه. لما بنختار بندرس اختبار جديد، دور اختبار معين بتشخيص مرض معين. نحن ليش ليش بنعمل الاختبار اصلا؟ انا لو جايني مريض مثلا عنده الم بحرقه في ايمن، هذا الم الزايده مثلا، سريريا انا متوجه للزايده، شو بستفيد انا اذا عملت له تعداد الكريات البيض مثلا؟ لو كان ايجابي ما حيغير من توجهي للزايده، ولو كان سلبي كمان ما حيغير من توجهي للزايده، فانا هذا التحليل بهذا الانديكيشن ما غير لي بالموضوع، ربما له استطبابات تانية ما عم اقول ما لازم نعمله، بس ايجابيته او سلبيته ما غيرت من توجهي للزايده. دي دايمر نفس الكلام، لو انا عندي مريض احتمال الاصابه اصلا عنده مرتفع لانه هو سرطان، هو عنده نفث دم، وعنده مثلا جاييني باعراض وصفيه لصم رئويه، فوجود فايجابيه الدي دايمر او سلبيته لا تنفي، وبالتالي انا ليش عم اعمل الاختبار هذا؟ احصائيا بيعبروا عن هذا الموضوع بمنحنى بيسموه الـ ROC، عبارة عن موازنة بين الحساسية والواحد ناقص النوعية، بين الإيجابية الحقيقية والإيجابية الكاذبة، عبارة عن مخطط. شوف فيكم صورته، أظن هيك مظبوط، خليني أضبطه أكثر تماما. فعبارة عن بتلاحظوا انه هذا منحنى، هذا عمود الحساسية، وهذا 100 ناقص النوعية، هذا هو الإيجابية الحقيقية وهذا هو الإيجابية الكاذبة، وفي خط ناصف بيناتهم. إذا شفتوا هذا الخط، هذا الخط الناصف هو بيعبر عن انه التحليل اللي بيكون موافق لهذا الخط الناصف اللي بيقسم المسافة 50%، المساحة عفوا 50% ب50%، بيكون هذا التحليل مثل قلته ما بيقدم وما بيأخر ابدا. بينما كل ما ارتفع الخط، هو عادة بيكون شكل المنحنى بهالشكل هذا، كل ما ارتفع المنحنى باتجاه هي الزاوية، الزاوية العلوية اليسرى، كل ما كان شمل الحالات أكبر، كل ما كان تمييزه أكبر بين الحالات الحقيقية الإيجابية الحقيقية وبين السلبية الكاذبة، بيطلع السلبية الكاذبة الإيجابية الحقيقية والسلبية الحقيقية، وبينفي السلبية الكاذبة والإيجابية الكاذبة، بيكونوا خلف المنحنى. فكل ما كان متجه أكثر للاتجاه الأعلى والأيسر، فهذا الاختبار بيكون أفضل. فأنا ممكن هلأ هذا المنحنى مثلا عم يدرس عدة اختبارات لتقييم استجابة المريض للتعويض السوائل، الفوليوم ريسبونسيفنس، فحاطت عدة خيارات. هذا الخيار بغض النظر شو هو، هذا قريب جدا من خط الناصف، وبالتالي هذا ما بيميز، ما بيقدم وما بيأخر كتير. يعني أنا قبل الاختبار، قبل ما أعمل هذا الاختبار، قبل ما أقرأه، توجهي لهذا المريض وبعد ما عملت هذا الاختبار ما بيغير كثير من قدرتي على اني اتنبأ ان هذا المريض بيستجيب للسوائل او ما بيستجيب. هذا اللي شايفينه، هذا هو السي في بي مثلا، قياس السي في بي ما بيغير من قرار اتخاذ السوائل. هذه هو معنات الار او سي، هون هيك انا بفهمها. لما هذا السي في بي لاين اللي هو بيعبر عن اختبار السي في بي قريب جدا من الخط الناصف، انتبهوا عليه مره ثانيه، معناته هذا اجراءه او عدمه ما بيقدم وما بيأخر، هذا هو الار او سي. السلام عليكم.